السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راجعت على مكتبة دراستكم خلال الأسبوع. اذكر كلمات تعلمتها في دراسة حرف الجيم. معاذ. جم. نعم. محمد. جم. نعم. عمار. جم. عبد الحميد. ثلاجة. حسين. جابر. وجود. نعم. مجيد. أحسنتم. السؤال الثاني. هات سبع كلمات مختلفة بها حرف الحاء. سبع كلمات بها حرف الحاء. مريم. حساب. رقية. حبوب. حبوب. ملك. لحوم. إيمان. ارفعي صوتك. أحمد. ذهب. حاتم. أحسنتي. محمد. محمود. ارفع صوتك. محمود. مرة أخرى. نحيف. أحسنت. نعم. عبد الله. حبوب. حبوب. نعم. السؤال الثالث. هات خمس كلمات بها حرف الخاء. خمس كلمات بها حرف الخاء. عمار. خضراء. أحسن. محمد. خيار. أحسن. حسين. خبز. نعم. رقية. خالد. أحسنتي. عبد الله. دخيل. أحسن. السؤال الرابع. حلل أحمد ألف مفتوحة حاء ساكنة ميم مفتوحة دال مضمومة. أحسن. الكلمة الثانية. حصان. حصان. من؟ رقية. ارفعي صوتك. أحسنتي. ثالث كلمة. نخيل. نخيل. نعم. عبد الله. نون مفتوحة خاء مضمومة مد. خاء. خاء ممدودة مد بالياء لم نغطى من بالضم. نعم. السؤال الأخير. حروف المدود. اقرأ مرة أخرى. حروف. حروف الممدودة. حروف ممدودة. مثلا. مثلا خيار. أحسنت. محمد. خضراء. أحسنت. خضراء. ذهب. خيار. خيار. نعم. من؟ عمار. خروف. أحسن. شكرا. السلام عليكم.